سنستمر في حديثنا عن إيلون ماسك، ولكن في سياق آخر. من الجزائر ومن نجمها الكروي رياض محرز الذي تصدر السوشيال ميديا وتويتر تحديدا بعد مناشدة إيلون ماسك عبر تغريدة على حسابه يطالبه فيها بإعادة علامة التوثيق التي فقدها من حسابه الذي يضم أكثر من 3 ملايين متابع. نبدأ بهذه القصة التي وبدأت من أصلها، حيث كان تويتر قد أزال علامة التوثيق الخاص بلاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، ولكن دون إعلان السبب وراء ذلك. لكن موقع تويتر يحدد معايير تسمح للموقع بإزالة شارة التوثيق الزرقاء في أي وقت دون أي إشعار، وقد يكون السبب قيام صاحب الحساب بتغيير اسم الحساب أو لانتهاك القوانين بشدة أو بشكل متكرر أو انتحال الشخصية أو التضليل عمدا. لكن غياب التبرير في حالة محرز فتح باب التكهنات والتوقعات حول سبب معاقبة محرز، وهناك من رجح حدوث ذلك بسبب إعادة النجم الجزائري. نشر تغريدة تتحدث عن احتمالية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم، وهي تغريدة قد تكون مضللة حسب قوانين تويتر. بينما تبنى آخرون نظرية المؤامرة وقالوا إن إزالة التوثيق كان بسبب موقف محرز من فلسطين. بغض النظر عن الأسباب، ما أعاد محرز إلى ساحة الترندات كانت تغريدة له خاطب فيها إيلون ماسك بعد استحواذه على موقع تويتر، وقال فيها ممازحا: أخي إيلون ماسك، أعد لي علامتي الزرقاء. وبالفعل أعاد موقع تويتر توثيق حساب النجم الجزائري بعد يوم من اختفاء العلامة، ولا نعلم إن كان لإيلون ماسك علاقة بالأمر أم لا، لكن الخطوة أثارت تفاعلا واسعا عبر موقع التغريدات. ودعونا نقرأ وإياكم أيضا بعض التعليقات التي وردت على هذه القصة، ونبدأ من المؤثر عبد العزيز هنا أسميلي الذي علق ممازحا: أخي محرز، أعرف واحد في تويتر بيضبط لك كلمني خاص وابشر بسعدك. أما ماهر فعلق هنا ماذا قال: في مصادر أكدت أنه كل الموضوع محرز نسى يعمل تأكيد لإيميله على تويتر فلغوا التوثيق، لا موضوع فلسطين ولا مباراة، بس نحن بنحب نهري في أي كلام قهاوي. وعلق عثمان هنا ماذا قال: قال إيلون ماسك شكله مدريدي. أخيرا علق حمزة هنا ممازحا أيضا محرز يقول: أخوي محرز، بعرف أرجع لك التوثيق على 1000 استرليني ولا حاجة لماسك وجميلته.